لكل موقع طريقة مختلفة عن الأخرى، وعظمة موقع إتسي هي مساعدة التجار في تطوير صفحات مبيعاتهم ومساعدتهم في الظهور بأعلى نتائج البحث. بند التاج هو حصري لموقع إتسي، ولا يوجد مواقع أخرى تستخدم هذه الخاصية. التاجز عبارة عن مصطلحات تصف المنتج المعرف في صفحة المبيعات، وهو مرتبط بشكل مباشر مع محرك البحث على موقع إتسي. التاجز هي أداة تساعد محرك البحث معرفة ما هو المنتج المعرف في صفحة المبيعات، وأيضا هو داعم لعنوان صفحة المبيعات. لأننا مقيدين في العنوان، لذلك نحن نكمل المصطلحات الملائمة للمنتج من خلال التاجز. موقع إتسي يسمح بتعريف 13 تاج لكل صفحة مبيعات، أنصحكم استغلالها بالكامل والتأكد من المصطلحات المعرفة، لأنها مهمة جدا لظهور المنتج في صفحة نتائج البحث. عند كتابة التاجز لا تكتبوا مصطلحات عامة، وإنما حددوا المصطلحات للمنتج الذي تبيعونه. لنفترض إذا سأعلن قلادة من ذهب، سأعرف في التاجز golden necklace وليس necklace، لأن necklace هو مصطلح عام جدا وعليه الكثير من المنافسة. ولكن عندما عرفت golden necklace فقد حددت القلادة نفسها. أيضا يمكنكم تعريف الصفات أو المصطلحات الأساسية لمنتجك في التاجز. عند تحديد المصطلحات، المنتج سيظهر للمشترين الذين سيكونوا أكثر جدية لشراء المنتج. لذلك حاولوا قدر الإمكان تحديد المصطلحات التي ستعرفونها بالتاجز. أيضا المفضل بين الحين والآخر تجديد التاجز على الصفحات، أي حذف بعض وكتابة مصطلحات جديدة كل فترة وفترة. أعطوا الإمكانية للتاجز أن يعملوا شهرين أو ثلاث، وأيضا تذكروا أن المصطلحات الجديدة ستظهر في صفحة المبيعات لمشترين جدد، وسيجذب مشترين جدد لصفحات المبيعات وحركة جديدة على الصفحة، مما يكبر الاحتمالات لمبيعات. أما بخصوص كتابة التاجز، مفضل عدم تكرار استعمال مصطلحات عدة مرات في التاجز، أي نفس المصطلحات. مثال golden necklace و long necklace، المصطلح necklace استعملناه عدة مرات وهذا غير جيد. دائما حاولوا كتابة مصطلحات جديدة لجلب مشترين جدد على الصفحة. لا تستهتروا ببند التاجز، واستعملوه بحكمة لتحسين مكانة صفحة مبيعاتكم على موقع إتسي. أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر الأخبار في مجال التجارة الإلكترونية، والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.